قناة أخبار النجوم، إذا عجبكم الفيديو يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد، وشاركونا بالتعليقات ويا ريت تشاركوا الفيديو مع أصدقائكم، وشكرا لدعمكم حتى وصلنا لمليون مشترك. كشفت تقارير صحفية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني بقي في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول لبعض الوقت، وتخلف عن حافلة فريقه التي انطلقت باتجاه المطار بعد مباراة الأمس الثلاثاء. وبحسب صحيفة ميرور البريطانية، فإن حافلة برشلونة غادرت إلى المطار دون ميسي الذي كان مطلوبا لإجراء اختبار منشطات قبل أن يلحق بالفريق لاحقا. والتقطت عدسات المصورين ميسي وهو يخرج لوحده من منطقة المقابلات الصحفية في ملعب الأنفيلد دون الإدلاء بأي تصريح، وبدا عليه الغضب الشديد. وإليكم الآن الفيديو. هنا وهو بيغادر ملعب الأنفيلد باين عليه الغضب الشديد ووشه مكشر على الآخر، وهنشوفها تاني برضو عشان تشوفه عامل ازاي. طبعا ربنا يكون في عونه، صعب قوي يتغلب فريقه بأربعة، ما حصلتش يعني. ونجح ليفربول في تحقيق عودة تاريخية ريمونتادا أمام برشلونة برباعية نظيفة، وتمكن من العبور إلى نهائي دوري أبطال أوروبا رغم الهزيمة التي مني بها الفريق في الذهاب على ملعب الكامب نو بثلاثية بيضاء. وحارس المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي على الاحتفال بتأهل فريقه إلى نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس الثلاثاء على حساب فريق برشلونة بطريقة مميزة، هنشوفها إزاي دلوقتي. طبعا هنا وهو بيحتفل مع كلوب، مع فيرجيل فان دايك. ولم يشارك صلاح في مباراة الأمس وحضر المباراة من المدرجات بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في الرأس. خلال مشاركته في مباراة السبت الماضي أمام فريق نيوكاسل في الدوري الإنجليزي، وارتدى صلاح خلال المباراة قميصا كتب عليه باللغة الإنجليزية Never give up، أي لا تستسلم أبدا. ده القميص اللي مكتوب عليه Never Give Up، لا تستسلم أبدا. ونشر صلاح بعد المباراة التي انتهت بفوز ليفربول برباعية بيضاء عبر صفحته الرسمية في تويتر صورة له بقميص التحدي والأمل، وأرفقها بعبارة المعنى واضح. ويبدو أن النجم المصري كان مؤمنا بقدرة فريقه على العودة وصنع الريمونتادا رغم الخسارة في مباراة الذهاب بثلاثية نظيفة. ده البوست اللي حطه على تويتر، كاتب عليه كابشن ليونيل ليو أندريس ميسي كوتشتيني بالإسبانية من مواليد 24 يونيو 1987، هو لاعب كرة قدم يلعب حاليا لنادي برشلونة والمنتخب الأرجنتيني. ده ليونيل ميسي أحسن لاعب في العالم كمهاجم وجناح، ويعتبر أحد أفضل لاعبي كرة القدم في جيله، حيث ترشح عدة مرات لجائزة الكرة الذهبية وأفضل لاعب كرة قدم في العالم وهو بسن 20 و21، وفاز بهما بسن 22. قورنت طريقة لعبه ومهاراته بتلك الخاصة بدييجو مارادونا، والذي أعلن بنفسه أن ميسي هو خليفته. أما عن حياته الشخصية فقد ارتبط بأنتونيلا وقد رزق منها بطفلين، الأول تياغو الذي ولد عام 2012 والآخر ماتيو الذي أبصر النور في خريف عام 2015، واثنين من أبناء عمه يلعبون كرة القدم أيضا. دي أنتونيلا في صور جميلة معاها ومع طفله وهو بيمارس دور الأب. أما عن ثروته ففيفا مارس 2010 صنفته مجلة فرانس فوتبول على قمة قائمة أغنى لاعبي كرة القدم في العالم ب 29 مليون جنيه استرليني، في الجمع بين الإيرادات الآتية من الرواتب والمكافآت والأرباح خارج الملعب. ظهر ميسي على غلاف لعبة الفيديو برو ايفولوشن سوكر
2009 وبرو ايفولوشن سكر 2011، وشارك ايضا في الحملات الترويجيه للالعاب وترعى ميسي الشركه الالمانيه الرياضيه اديداس، ويظهر في الاعلانات التلفزيونيه الخاصه بهم. في يونيو 2010 وقع ميسي ايضا عقدا لمده 3 سنوات مع هيربا ليفي التي تدعم كذلك مؤسسه ليو ميسي. في ابريل 2011 اختير ميسي في تايم 100 2011 لقائمة المجلة السنوية لأكثر الأشخاص تأثيرا في العالم. أيضا في إبريل 2011 أطلق ميسي صفحة الفيسبوك، وخلال ساعات قليلة حصلت صفحته أكثر من 6 ملايين معجب، وقد تخطت صفحة الفيسبوك الرسمية للاعب حاجز 80 مليون معجب حتى أيلول 2015. أرقام مذهلة طبعا. من المؤكد أن معظم البشر في العالم لا يحبون أن يأخذوا أعمالهم إلى منازلهم إلا في حالات نادرة جدا، عندما يكون الشخص هو الأفضل أو من ضمن الأفضل في عمله. الأرجنتيني ليونيل ميسي هو أحد تلك الأمثلة النادرة التي تحب عملها بشغف، لدرجة أنه قرر بناء منزل جديد فريد من نوعه، غريب ورهيب جدا على شكل ملعب كرة قدم. تعالوا الآن نشوف منزل ميسي. تخيلوا إن ده هو منزل ميسي على شكل ملعب كرة قدم، حاجة رهيبة فعلا. أما عن الأعمال الخيرية، ففي عام 2007 أنشأ ميسي مؤسسة ليو ميسي، وهي مؤسسة خيرية تساهم في تأمين التعليم والرعاية الصحية للأطفال. وفي مقابلة مع موقع معجبين قال ميسي: اكتسابي القليل من الشهرة الآن أتاح لي الفرصة لمساعدة الناس الذين هم بحاجة لها حقا، وخاصة الأطفال. ويتم دعم مؤسسة ميسي من نشاطه الخاص بجمع التبرعات بمساعدة إضافية من هيرباليفي. هنا يعني في عز شبابه، كان لسه صغير. بدأ ميسي بلعب كرة القدم في سن مبكرة، وسرعان ما تم اكتشاف قدراته على يد برشلونة، وانتقل مع عائلته إلى أوروبا، كما وفر برشلونة له العلاج لنقص هرمونات النمو. في أول ظهور له في موسم 2004-2005 حطم رقما قياسيا مسجلا باسم فريقه الأصغر لاعب يسجل هدفا في الدوري، وتم تكريمه. ولكن التكريم الأكبر بالنسبة له كان فوز برشلونة بالدوري في أول موسم له معه، إذ حصل على كأس الدوري وكأس السوبر الأسباني وكأس دوري أبطال أوروبا في سنة 2006. وبدأت انطلاقاته في موسم 2005-2006 بانضمامه للفريق الأول، وفي موسم 2006-2007 سجل 3 أهداف هاتريك في الكلاسيكو، وأنهى الموسم برصيد 14 هدفا في 26 مباراة. وربما كان موسم 2008-2009 من أنجح مواسمه، حيث أن ميسي سجل فيه 38 هدفا ولعب دورا أساسيا في الحصول على الثلاثية كأس الدوري وكأس أسبانيا ودوري الأبطال. وفي الموسم التالي 2009-2010 سجل ميسي 47 هدفا في جميع المسابقات، ليتمكن من معادلة رقم رونالدو السابق مع برشلونة، وتفوق على هذا الرقم في موسم 2010-2011 ب 53 هدفا في جميع المسابقات. وقبل بداية موسم الكرة 2016-2015 في أوروبا، كان ميسي قد فاز مع برشلونة ب 7 ألقاب دوري أسباني و4 ألقاب دوري أبطال، وسجل في نهائيين ضد مانشستر يونايتد ودوري أبطال أوروبا عامي 2009-2011. وعلى الرغم من أنه لم يكن متواجدا على أرضية الملعب حينما فاز برشلونة على أرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا العام 2006، إلا أنه تسلم ميدالية الفائزين بالبطولة بعد تسجيله 12 هدفا في دوري أبطال أوروبا 2010-2011. أصبح ميسي ثالث لاعب بعد جيرد مولر وجان بيير بابان يعتلي صدارة الهدافين في 3 مواسم متتالية من حملات كأس الأندية الأوروبية البطلة. ومع ذلك يعتبر ميسي أول من فاز بلقب هداف دوري أبطال أوروبا لمدة 3 سنوات متتالية بعد تغيير دوري الأبطال في عام 1992. وكان ميسي هداف كأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2005 برصيد 6 أهداف، من بينهم 2 في المباراة النهائية. بعد ذلك بوقت قصير أصبح لاعبا مهما وأساسيا في المنتخب الأرجنتيني. في عام 2006 أصبح أصغر أرجنتيني يلعب في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وحصل على الميدالية الفضية في بطولة كوبا أمريكا في العام التالي. في عام 2008 في بكين فاز بأول ألقابه الدولية.
وهي الميدالية الذهبية الأولمبية مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، وأهم إنجازاته مع المنتخب الأول منتخب الأرجنتين قيادته للمباراة النهائية في بطولة كأس العالم عام 2014 التي أقيمت في البرازيل، لكن المنتخب الأرجنتيني اكتفى بالمركز الثاني والميدالية الفضية بعد الخسار أمام المنتخب الألماني بنتيجة 0-1 بعد أن امتدت المباراة النهائية لشوطين وإضافين، وحصل ميسي على جائزة أفضل لاعب في البطولة. مشوار طويل.